السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم اليوم الأربعاء. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كما العادة رجعنا لكم فيديو جديد، توقعات جداد. مؤخرا ما حطيتش الفيديوهات ديال هذا اليوم، ديال يوم الثلاثاء اللي فيه مباريات، اللي كانوا فيه مباريات ديال الشامبيونز ليغ، كذلك اليوروبا ليغ ديال الدوري التمهيدي. المهم راكم في البال. المهم قلت انا على الاقل نحط المباريات ديال اليوم الاربعاء، اللي كذلك فيه مباريات ديال عرفة الابطال الاوروبيه واليوروبا ليغ، بعض المباريات كذلك من كاس الاتحاد الانجليزي، مباريات من الدوري النرويجي الى اخره، وبعض المباريات الدوليه. المهم ما نطولش عليكم، نبداو التوقعات ديالنا باول مباراه من الدوري ديال جنوب افريقيا بين فريق ماميلودي سانداونز وفريق كايزر شيفس. فريق ماميلودي سانداونز اللي عند المقابله الاولى اللي كان تصر بهدفين لواحد، فريق كايزر شيفس كان تعادل في المقابله الاولى. فريق ماميلودي سانداونز فهو فريق قوي، اخر مواجهه كان تصر داخل الميدان وخارج الميدان، لذلك حنا في هذه المباراة هذه غادي نعطيوه انتصار، نعطيوه 1-0. طيب انتقلوا للمقابلة الموالية من كأس العالم ديال عفوا من كأس ومن كأس العرب للفرق بين فريقي الشرطة وفريق النصر. فريق الشرطة العراقي وفريق النصر السعودي. فريق النصر اللي كان فاز على في المقابلة الموالية على فريق الرجاء البيضاوي، يواجه فريق الشرطة العراقي. حنا غادي نعطيو هاد المقابلة فوز لفريق النصر السعودي، غادي نعطيو هاد الفوز ديال فريق النصر السعودي، غادي نعطيو 2-2. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري الإيراني بين فريق بيرسيبوليس الإيراني، معروف فريق بيرسيبوليس، وفريق ألمنيوم أراك، كذلك من الدوري الإيراني، كذلك مقابلة ديال الافتتاح اللي هي المقابلة الأولى من الدوري الإيراني. آخر مواجهة عرفت تعادل بيرسيبوليس، فوز خارج الميدان. حنا هاد المباراة غادي نعطيو الفوز ديال فريق بيرسيبوليس، غادي نعطيوها 1-0. ننتقلو للمقابلة الموالية من الدوري النرويجي القسم الوطني الثاني بين فريق رانهايم وفريق كونغسفينغر. فريق كونغسفينغر اللي كيحصل المرتبة الثانية بواحد وثلاثين نقطة، فريق رانهايم كيحصل المرتبة العاشرة بعشرين نقطة. آخر مواجهة صارت في كونغسفينغر داخل الميدان وخارج الميدان. حنايا المباراة هادي غادي نعطيوها بليس ديال ديال 2.5. عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. ننتقلو للمقابلة الموالية كذلك من الدوري النرويجي بين فريق ستارت وفريق سكيد. فريق ستارت لك حتى المرتبة السادسة ب 24 نقطة، سكيد في المرتبة الأخيرة ب 11 نقطة، عطينا واحد النسبة ديال 1.35، لعب في 1.53. نبغيو نستغلو الفرصة، حنا غادي نعطيو الفوز ديال فريق ستارت، غادي نعطيوه 1-0. انتقلو المقابلة الموالية بين فريق جينك البلجيكي وفريق بوغون البولندي. هذه من مباراة ديال المؤتمر الأوروبي الدوري التمهيدي، مقابلة الذهب. فريق البولندي هو فريق قوي، كذلك فريق جينك. هنا المباراة هذه أنا أعطيو بليس ديال 2.5، كذلك كاينة واحد النسبة، واحد
هي نسبة كبيرة الفوز ديال فريق جينك البلجيكي، غادي يستضيف الميدان ديالو خصوصا غادي يلعبوا مقابلة الذهاب. ننتقل للمقابلة الموالية كذلك من كأس العرب بين فريق الهلال وفريق الشباب، هذه المقابلة الديربي ديال الفرق السعودية. الهلال اللي كانتصر مع فريق الاتحاد اللي هو فريق الاتحاد اللي فريق قوي، فريق الشباب كانتصر على فريق الوحدة. هنايا المباراة دي غادي نعطيو فوز فريق الهلال، غادي نعطيوه 1-0. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري عفوا من كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريق كارديف وفريق كولشيستر. فريق كارديف اللي كيلعب في كنظن في القسم الثاني الإنجليزي. المهم معنا غرض حنايا بهاد المعطيات هذه. حنايا اللي كنعرفو هو أن الفريق اللي غادي يلعبو هو أن فريق كارديف غادي نعطيوه 1-0، غادي ينتصر في هاد المباراة. فريق كولشيستر كنظن كيلعب في القسم الوطني الثالث الإنجليزي. ننتقلوا للمقابلة الموالية بين فريق ليدز وفريق شريفسبوري كذلك من كأس الاتحاد الإنجليزي. هنايا المباراة غادي نعطيوها بليس ديال 2.5، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. ننتقلوا للمقابلة الموالية من كأس من عصبة الأبطال الأوروبية بين فريق الرانجرز وفريق سيرفيت كذلك مقابلة ديال الدوري التمهيدي النصف النهائي بين فريق الرانجرز كما قلنا وفريق سيرفيت السويسري. فريق الرانجرز فهو فريق قوي يلعب في الميدان ديالو، لذلك حنا غادي نعطيوه الفوز، غادي نعطيوه 1-0 فوز فريق الرانجرز. آخر مواجهة في الفيديو من كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريق بورتون وفريق ليستر. بورتون اللي كيلعب في القسم الوطني الثالث كنظن، ليستر اللي كنزل القسم الوطني الثاني. المقابلة فهي فقط مقابلة ديال كأس الاتحاد الإنجليزي الدور 64. حنا غادي نعطيو هاد المباراة هادي غنعطيوها بليس ديال 2.5، عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. المهم إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو ونهاية التوقعات ديالنا، نتمنى يحالفنا الحظ، نتمنى ما نكون ما نطولتش عليكم. تهلاو في ريوسكم، وحاق كان الفيديو شوية حمق ماشي هو هذاك. المهم قبلوا عليا، تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.